السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأخواتي الطلبة، أرحب بكم في السنة الدراسية الجديدة 2022-2023، ومبارك لكم النجاح. آملين أن نلقاكم في جامعة جيهان أربيل في قسم التحليلات الكيميائية الحياتية الطبية تحت كلية التقنيات الصحية. أود أن أوضح لكم أن خريجين قسمنا لديهم الفرصة العالية لإيجاد فرص عمل في المختبرات الحكومية والأهلية، وكذلك المستشفيات الحكومية والأهلية أيضا، كما أن لديهم فرصة للعمل في المدارس وفي المعاهد وفي المنظمات الصحية أيضا. من جامعة جيهان أربيل أرحب بكم جميعا، آملين أن نلقاكم في سنة الدراسة 2022-2023 ودمتم سالمين وشكرا.